اهلا بكم من جديد مشاهدينا. معاد فقرتنا الرئيسيه الاولى لهذه الحلقه، وزي ما قلنا هنتكلم عن مرض السكر. عندنا اكثر من 8 مليون في مصر مريض بالسكر. مرض السكر حقيقي بيمر بكذا مرحله، وسمعنا او قرانا قبل كده ان هو ممكن ان يكتشف مبكرا، ولو موجود، لان هو بالفعل بيبقى موجود او يعني بيبقى مزمن مع المريض، عايزين نعرف ازاي نقدر نتصالح معاه ونتعامل معاه، خصوصا ان احنا العادات الغذائيه بتختلف جدا في شهر رمضان عن بقيه السنه. هنعرف ازاي نقدر نتعامل مع مرض السكر في شهر رمضان مع ضيفتنا المنورانا في الاستوديو، الاستاذه الدكتوره ايناس شلتوت، استاذ امراض السكر والبطن العامه بطب قصر العيني ورئيس الجمعيه العربيه للسكر. اهلا بيكي يا دكتوره. اهلا بيكي يا فندم، كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك بالصحه والسلامه. طيب، مرض السكر فعلا ممكن نكتشفه بدري مبكرا، ولا هو بيجي فجاه؟ بيجي فجاه في النوع الاول وبيجي بشكل تدريجي في النوع الثاني. فطبعا طب احنا كده نشرح الانواع بقى. نشرح النوعين الاول. مرض السكر ليه اكتر من نوع. في النوع الاول اللي هو معتمد على الانسولين، اللي هو بيحدث في الاطفال اكتر، والاطفال والشباب. مرض السكر من النوع الثاني بنسميه النوع الغير معتمد على الانسولين، وده بيحدث في كبار السن غالبا، ولكنه بسبب السمنه ممكن يحدث في الشباب والاطفال ايضا. بسبب السمنه، ده النوع الثاني ممكن يحصل في الشباب والاطفال بسبب السمنه المفرطه في الشباب والاطفال. السمنه وطريقه الاكل طبعا، النظام الغذائي والحلويات وكده. في نوع ثالث اللي هو نوع سكر الحمل. سكر الحمل. وفي بقى الانواع السنويه من مرض السكر، هي نتيجه لاصابه بمرض اخر. طب خلينا بس في الثلاث انواع الرئيسيين دول يا دكتوره، عشان بس الناس تبقى يعني مركزه معانا. دلوقتي النوع الاول هو بيعتمد على الانسولين، بيجي في الاطفال. هل الطفل بيبقى مولود عنده سكر، ولا بيجي له نتيجه السمنه زي ما حضرتك، او نتيجه يعني وراثه، او نتيجه ايه بالظبط؟ النوع الاول ممكن الطفل يتولد بيه، ممكن يحصل بعد فتره بسيطه من الولاده، وممكن يحصل في سن متقدمه. الغالبيه بتبقى اطفال وشباب، ولكن طبعا ممكن يحصل حتى في سن في الكبار. طب اسبابه بتبقى ايه بالظبط؟ اسبابه بقى؟ اولا اسباب جينية، يعني هو نفسه بيبقى عنده جيناته حاجة عنده أكثر عرضة للإصابة بالسكر. في أسباب بقى فيروسية، في أسباب مناعية، في أسباب بيئية، ملوثات في البيئة اللي ممكن يبقى لها علاقة بالسكر. مفيش أسباب وراثية لمرض السكر، النوع اللي هو بيعتمد على الأنسولين ده؟ الوراثة في كحد مصاب في العيلة دي موجودة، ولكن في نسبة قليلة. تمام. لكن الاكثر ان هو الجينات نفسها فيها خلل جيني بيخلي عنده اكثر عرضه للاصابه بالسكر. طب ده بالنسبه للاطفال. طب والاطفال بقى بيتم اكتشفه ازاي يعني عند الطفل؟ لا، ده بيبقى اكتشاف سريع، لان غالبا بيرتفع السكر بسرعه وبيصل الى معدلات كبيره، وفي بعض الاحيان بنقول حوالي 70% بيحصل لهم حاجه اسمها غيبوبه كيتونيه. فبنلاقي الطفل داخ تعب قوي، بيروح للطبيب او بيروح للمستشفى. لو الطبيب فكر في السكر وحلله قد يكتشف الاصابه في السكر في الحياه. الام تتعامل ازاي مع الطفل مريض السكر في المراحل اللي هي الاوليه، خصوصا لو الطفل سنه صغير، يعني هيسيطر ازاي على اكله وشربه وحركته وكده؟ طبعا دي مشكله، لكن بنقول في الحاله دي ان كل الاسره تتبع نظام غذائي سليم. يعني دي بتبقى فرصه بقى ان العيله كلها تاخد بالها، تبتدي تاكل بطريقه صح، عشان الطفل ما يحسش ان هو محروم من حاجه. يحس مثلا ان الخضار والفاكهه موجودين داخل المنزل، ومفيش مثلا حلويات. امنعه بقى خالص من الحلويات تماما؟ هو بيفضل ان احنا نقلل استخدامها جدا. الحلويات هنخليها حاجه يعني مش معتاده داخل المنزل. يعني بنحاول نغير من السلوك بتاع الاسره كلها من ناحيه الاكل. طب في ناس بيبقى عندها شاب او طفل، قبل بس عشان انا كده لسه بتكلم على النوع الاول، شاب او طفل او حد من افراد الاسره اللي حضرتك بتقولي عليها ده في مرحله الشباب او الطفوله، فالام بلاقيها مثلا بتعمل الحلويات بسكر الفاكهه، الكلام ده صح ولا لا؟ والله سكر الفاكهه فيه سعرات حراريه زيها زي السكر العادي، فاحنا عايزين نشيل مفهوم سكر الفاكهه. الحاجه الثانيه انها قد تتسبب في زياده في الدهون الثلاثيه. سكر الفاكهه هو سكر فركتوز، بيبقى
عدد السعرات الحرارية في الجرام 4 جرام، 4 سعر حراري لكل جرام، زيها زي سكر الجلوكوز والسكروز بالظبط. الحاجة التانية فيه ان هو تحليته ضعيفة، فاللي بيستخدمه في التحلية بيتحط بيضطر يحط كمية اكبر. انا شايفة ان الافضل هناك بعض انواع السكر الطبيعية برضو مستخرجة من حاجات تانية، في حاجات مستخرجة من حاجة اسمها سكرالوز. ده احدى منتجات القصب، ولكن السعرات الحرارية فيها تقريبا قليلة قوي. في ناس بتستخدم على طول السكر البني. لا، السكر البني ده مش سكر دايت خالص، ده سكر عادي ولكن ما مرش بمراحل التبييض، فده ما هوش سكر دايت. هو سكر عادي، هو سكر صحي اكتر، لان السكر كل ما بنبيضه بيبقى اكثر مش صحي. لكن هو سكر هو بني صحي اكتر. لكن ما هوش دايت على الاطلاق. مش دايت، لان في ناس بتقول لك انا بحط معلقتين ثلاثه من السكر البني على اساس ان ده سكر دايت، فالسكر البني يا جماعه ملوش اي علاقه بالدايت. اللي عايز يعمل دايت ما ياكلش سكر اصلا. البدائل بتاعه السكر بقى اللي هي الحاجات بتبقى ايكوالز للسكر، ما احنا بنقول حاجات اللي هي طالعه من السكرالوز، الحاجات اللي طالعه من المالتوس، في سكر ذره، في يعني هناك بدائل كتير دلوقتي، في نبات اسمه ستيفيا. في بدائل كتير كلها طبيعيه. اوكي. واستخدامها غير مؤذي وطعمها في التحلية كمان لطيف. طيب نتكلم بقى عن النوع اللي مش معتمد على الانسولين. حضرتك قلتي بيجي لكبار السن اكتر، او المراحل اللي هي اكبر شوية من الشباب يعني، وسببه الرئيسي الاكل الغلط او السمنة. في اسباب تانية يعني؟ في ناس بتقول لك انا مثلا تعرضت لقلق شديد، زعل شديد، فجاله السكر. الكلام ده الكلام ده مظبوط، ولكن غالبا هؤلاء الاشخاص بيبقى عندهم استعداد لاصابه بالسكر. يعني ده بيبقى عنده استعداد لاصابه بالسكر، او في مرحله ما قبل الاصابه بالسكر. احنا عارفين ان في حاجه اسمها كده. هو يعرف ازاي يعني؟ انا اعرف منين اذا كان عندي استعداد للاصابه بمرض السكر ولا لا؟ هقول لحضرتك، شخص سمين، شخص عنده تاريخ وراثي في الاسره ان عنده سكر في الوالد او الوالده او الاثنين، شخص عنده ارتفاع ضغط الدم، شخص عنده اضطراب في الدهون في الدم، شخص اتعمل له عمليه في البنكرياس او عنده التهاب مزمن في البنكرياس، شخص اخذ ادويه من الادويه المساعده على الاصابه بالسكر زي مثلا هرمونات والكورتيزون ومدرات البول و الهرمونات منع الحمل، يعني في مجموعه من الهرمونات والادويه قد تتسبب في الاصابه بالسكر. السيدات اللي سبق لهم الاصابه بسكر الحمل، او السيدات اللي انجبوا طفل وزن الولاده 4 كيلو او اكتر، هؤلاء بنقول عليهم معرضين للاصابه بالسكر، فدول اللي لازم ياخدوا بالهم بدري. طب ياخدوا بالهم ازاي؟ ياخدوا بالهم اولا ينزلوا من وزنهم اذا كان في سمنه، ممارسه الرياضه نص ساعة 5 مرات في الأسبوع. الحاجة التانية إن هم يحللوا بقى بشكل متكرر، قبل سن الأربعين بيحلل كل 3 سنين، بعد سن الأربعين بيحلل بقى بشكل دوري كل سنة أو كل 6 شهور. طيب ده بالنسبة للأنواع يا جماعة أو طرق الوقاية.